السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. نكمل الحلقة الماضية تبعتنا. احنا المرة الماضية سوينا البوست والكومنتس والكاتيجوريز، الان هنشتغل على البيجز. طبعا هي شبيهة كثير بمرحلة البوست، اوكي. فهنا لو فتحنا المشروع تبعنا، اوكي، هنا هنلاحظ انه احنا عندنا في الويب دوت بي اتش بي في عندنا البيجز، اوكي. وكمان خلينا ننسخ معها الراوت تبع الريموف ايمج، اوكي. فهنا هنسوي له الراوت وهنكتب بدل البوست هتكون بيجز، وهنا الكنترولر برضو هنكتب بيجز كنترولر بدل البوست كنترولر، اوكي. الان هنروح على الاب، على الاتش تي تي بي، على الكنترولر، على الباك اند. عندي البوست، طبعا انا عندي هنا البيج، اوكي. هروح على البوست وانسخ منه الكونستراكت والاندكس والكرييت والستور شو ايديت ابديت ديستروي والريموف ايمج كامل، اوكي. ونعدل عليه بحيث انه هو يكون مع البيجز، اوكي، تمام. طبعا الكونستراكت مثل ما حكينا ما هنغير فيها اي حاجه. عندنا الاندكس، عندنا هنا المانج بوست، معناته انا بدي احولها لبيجز، فخليني اسوي لها ريبليس اول في الصفحه واكتب لها بدل بيجز تكون بدل بوست تكون بيجز، اوكي، حسب ما هو مكتوب في البرميشن. نسوي لها ريبليس اول، وهنا عندي من دوت بوست دوت، اوكي، اسوي لها ريبليس، اخليها دوت بيجز دوت، اوكي. نسوي لها ريبليس اول، اوكي، خلصنا. هنيجي هنا على الموديل. طبعا انا في عندي هنا في الموديل، انا مسوي موديل هنا للبيج، اوكي. هنيجي هنا نكتب بدل بوست اللي هي بيج من الموديل، وطبعا ما عندي لا ويدث، وعندي بس هنكتب له، هنشيل الويدث هذا وهنكتب له وير البوست تايب ايكوال بيج، اوكي. نستدعي بس الصفحات اللي هي تبعت البيج، اوكي. ونخلي عندنا الكيورد، عندنا الكاتيجوري اي دي، اوكي، هنخليها مثل البوست. وعندنا الستاتوس، عندنا السورت باي، الاوردر باي، ليميت باي، اوكي. وهنا هنقول له انه ريتيرن للباك اند على البيجز على الاندكس، ونعطي له الكاتيجوريز والبيجز، اوكي. طبعا هذه نحولها لبيجز، فهنسوي له بدل دولار بوست هتكون دولار بيجز. سوي له ريبليس اول، اوكي، تمام. وهذه هتصير بيجز. خلصنا من الاندكس، هنيجي على الكنترولر تبع الكرييت، هيكون نفس الاشي. عندنا هنا كرييت بيجز، وعندي هنا الكاتيجوري، وعندي هنا باك اند بيجز كرييت، ونعطي له كومباكت كاتيجوريز، معناته هذا جاهز. هنيجي هنا على الستور، نفس الاشي تماما، اوكي. هيكون عندنا التايتل، الديسكريبشن، الستاتوس، الكومنت ايبل، طبعا بامكاننا ان نحذفها لانه عندنا الصفحات الثابته عاده ما هيكون فيها كومنت ايبل الا اذا انت حابب انه يكون عليها كومنت. اما انا هنا في المثال عندي هنا في المشروع هنا انا بدي الغي الكومنت عن الصفحات الثابته، اوكي. معناته انا هاجي هنا على الكومنت ايبل واقول له هنا صفر، تمام. وهذه بدل بوست تايب بوست هتكون بيج، والباقي راح يكون مثل ما هو، تمام. هنيجي على البيج، اوكي، هنا هنكتب له بيج بدل بوست، فمعناته خلينا نسوي ريبليس للاول، بدل بوست هتكون بيج. نسوي ريبليس اول لكل الملف، لكل الكنترولر. فهنا هيجيني نحكي اوث دوت يوزر اللي هو البوست، نشوف الموديل تبع اليوزر، عفوا. عندي هنا بوست، اوكي، فمعناته احنا ممكن كمان نقدر نستخدم البوست، وبامكاننا ان كمان نضيف نسوي لها دوبليكيت ونخليها بيجز، لكن عادي ما بتاثر معنا، تمام. فهنا هنحكي له بوست ونحكي له كرييت للداتا هذه، اوكي. وعندنا الايمجز نفس الوضع تماما، ما راح نغير اي حاجه فيها. وعندي هذه الكاش ما احنا محتاجينها في البيج، اوكي.
وطبعا هيسوي لي ريدايركت على الادمن بيجز اندكس اوكي مع هنا الرساله تكون بيج كرييتد سكسسفولي تمام. نيجي على الشو هنا عندي ديسبلاي بيجز اوكي وهنا هتصير اللي هي البيج اللي هي هنا هنكتب الموديل بيج طبعا ما عندي كاتيجوري ما عندي يوزر ما عندي كومنتس فهنخليها مع الميديا بس وير الاي دي ايكوال اي دي وير البوست تايب هيكون بيج ويوديني على الريتيرن فيو اللي هي الباك اند بيجز شو كومباكت بيج اوكي خلصنا من الشو نيجي على الايديت الايديت برضو نفس الاشي هنا عندنا بيج with the media where the id يساوي the id where the post type equal page okay first ونعطي له categories وكمان هنا يوديني على back end pages edit وهنا categories وهنا نعطي له page تمام. خلصنا من الايديت هنا عندي في الابديت هنيجي على الفاليديتور طبعا عندي الكومنت ايبل هذه هحذفها اوكي وطبعا هنا عندنا الابديت بيجز والباقي هنخليه مثل ما هو هنيجي هنا على البيج نجيب له بيج وير الاي دي ايكوال اي دي وير البوست تايب ايكوال بيج اوكي. عندي هنا الكومنت ايبل ما راح اعدلها لانها تكون صفر من البدايه اوكي وفي عندي هنا البيج ابديت داتا ونفس الوضع هنا في رفع الصور طبعا هيرفع على صفحة على مجلد الاسيتس بوست اوكي طبعا هنا هيودينا الراوت على الادمن بيج اندكس وهنا نقول له البيج ابديتد سكسسفولي اوكي. اذا ما كان في عندي بيج هيعطيني الرساله اللي هي something was wrong مع الالرت تايب اللي هي دانجر. نيجي للدستروي هنا عندنا البيج where the id equal id will where post type equal page وعندي هنا يتاكد لي من الصور اذا كان في عندي صور للبيج هذه اوكي في المجلد اللي هو الاسيت بوست معناته احذف لي اياها بعد ما تخلص احذف لي البيج ورجعني على الادمن بيج اندكس واكتب لي البيج deleted successfully مع الالرت تايب اللي هو سكسس اذا ما في صفحه فمعناته رجعني واعطيني الرساله اللي هي something was wrong. خلصنا من الدستروي نيجي على الريموف ايمج عندي هنا هنعطي له الصلاحيه اللي هي تبع ديليت بيجز هنيجي هنا على الميديا اللي هي البوست ميديا وير الاي دي ايكوال ريكويست ميديا اي دي هذه ما فيها اي اختلاف تمام. هيك خلصنا من الصفحات هذه هنيجي على الريسورسز على الفيوز على الباك اند هنسوي كوبي للبوست ونسوي ونكتب له بيجز ونعدل الصفحات اللي بدنا نعدلها. هنيجي على بيجز هنبدا بالاندكس هنا دوت بوست دوت هنسوي له استبدال اللي هو ريبليس هنكتب له دوت بيجز دوت اوكي نسوي له ريبليس اول هنا عندي بدل كلمه بوست هسوي له كلمه بيج اوكي وعندي هنا البوست نسوي لها ريبليس اول نخليها بيجز اوكي ريبليس اول عندي هنا اد نيو بيج اوكي وعندي هنا الباك اند فلتر باك اند بيجز فلتر فلتر وهنا عندنا نفس الجدول بس الكومنت مش ما يكون موجود عندي اوكي كمان هذه بدل دولار بوست حتصير دولار بيجز replace all وفي عندي هنا دولار بوست هتصير دولار بيج
ريبليس اول. تمام، عندي هنا هذا التي دي تبع الكومنتس، هحذفه من هنا. هنشوف اذا كان في عندي الكاتيجوري اللي هو الكاتيجوري اي دي، كاتيجوري نيم، في عندي اليوزر مين اللي كتب البيج، في عندي الكرييتد اد، في عندي اللينك تبع الايديت. تمام، ادمن دوت بيجز، وهنا بيج، وهنا بالرساله اللي هي بدل بوست هتصير بيج. Are you sure to delete this page؟ هناخذ هذه كوبي، نقول له هنا بيج ديليت، ونعدل الاي دي تبع الفورم كمان. تمام، عندي هنا نقص واحد من الكولر سبان، نخليها 6 بما انه احنا حذفنا الكومنت. هنا نكتب له بيجز، وهنا بدل 7 هتكون 6، وطبعا احنا عدلناها هذه خليناها بيجز. اوكي، هيك خلصنا من الاندكس. نيجي على الفلتر. الفلتر اول حاجه الراوت هو الوحيد اللي هيتغير اللي هو بالبيجز. اوكي، خلصنا من الاندكس والفلتر. هنيجي على الكرييت، برضو نفس الشيء، اي كلمه بوست هنحولها بيج. كنترول اتش بالفيجوال ستوديو كود، وبالبي اتش بي ستورم اللي هو كنترول ار، هنحول كل كلمه بوست نخليها بيج ونسوي لها ريبليس اول. اوكي، فكل كلمه مكتوب فيها بوست هتتحول لبيج. عندي هنا البوست لانه البي كابيتال، برضو خلينا نحولها ل بيج مع البي كابيتال، نسوي ريبليس اول. تمام، حاليا انا صار عندي الراوت اللي هو admin dot base dot store، وهيكون الميثود عفوا هذه هتصير post لانه هو كان مفكرها انه من ضمن اللي غيرناها. اوكي، ونخلي عليها الفايل true. عندي title، عندي description، عندي الكاتيجوري اي دي، وعندي الكومنت ايبل هذه هحذفها. اوكي، وعندي الستاتوس هيكون يا اما اكتف يا اما ان اكتف، وعندي السلايدر اللي هي الايمجز. تمام، هتكون زي ما هي. وعندي الجافا سكريبت اللي هي تبعت السمر نوت، وعندي الفايل انبوت اللي هي تبعت رفع الصور لخمس صور فقط. اوكي، بالنسبه للحقل اللي حذفناه ممكن نخلي هذه 6 والكل الثاني 6. اوكي، نيجي على الإديت، نفس الإشي برضو، هنحول كل كلمة بوست لبيج. كنترول R، وهذه بيج. ريبليس أول. تمام، وهنا عندنا بدل كلمة البوست نحولها لبيج، كابيتال P، replace all. تمام، عندي الان اللي هو edit page اللي هو البيج تايتل، وفي عندي الراوت هنا admin pages index. اوكي، وهذا العنوان اللي هو pages. نيجي على الفورم الموديل اللي هو التعديل موديل، اعطينا له page، وهنا الراوت admin.pages.update، ونعطي له ال id تبع البيج، وعندنا هنا الميثود batch. اوكي، الفايلز ترو، عندنا التايتل واعطينا له من البيج تايتل، عندنا الديسكريبشن، عندنا الكاتيجوري، وعندنا الكومنت ايبل برضه هذا هنحذفه من هنا، وهنقول له الكولومن اللي هي 6. تمام، عندنا الستاتوس، وعندنا السلايدر ايمجز برضه ما في اي تغيير، هنا ابديت بيج، وعندنا هنا الكود تبع السمر نوت، وعندنا الكود تبع تعديل الصور. طبعا مثل ما سوينا اللي هو 5 ناقص بيج ميديا اكاونت، وهنا الاسيت بوست عدلها هو من ضمن الريبليس اول، فالمفروض انه احنا نرجعها. عندنا هنا بوست، عندنا هنا الادمن دوت بيجز دوت ميديا دوت ديستروي، واعطينا له الاي دي تبع الميديا مثل ما سوينا في البوست. فهنا لو يجينا على الكنترولر، اوكي تمام،
في عندي الريموف ايمج هي هذه اللي هيقراها عن طريق الراوت اللي هو هذا اللي هو admin.pages.media.destroy هيقرا لي من البيجز كنترولر اللي هو الريموف ايمج. تمام ايش ضايل عندنا؟ ضايل عندنا بعد الاديت اللي هي الشو برضو نفس الشيء هنحول كل كلمه بوست ل بيج كنترول ار او كنترول اتش وهنغيرها لبيج ريبليس اول 18 نتيجه اتحولت اوكي. يعني هنا بيج هنا كمان البوست هذه كمان نحولها لبيج بكابيتال بي ريبليس اول. تمام هنيجي هنا ادمن دوت بيجز دوت شو واعطينا له الاي دي تبع البيج التايتل. عندي الكومنتس هنا هنحذفها ونخلي مثلا مكانها اللي هي الكاتيجوري اوكي. والاوثر ندمجها مع الكرييتد ات تمام. والتي اتش والتي دي الفاضي هذه هنحذفها. طبعا ما في عندي انا كومنتس فمعناته انه كل هذا الديف هسوي له ديليت تمام. عندنا هنا الاسيتس اللي هي الصور هتكون من البوست من مجلد البوست. نيجي نشوف الصفحه تبعتنا نسوي ريفرش اوكي. هنيجي على البيجز هنسوي له بيج في عندنا خطا في صفحه الاندكس. نيجي نشوف الخطا من وين اذا ما عرفنا. عندنا الستورج عندنا اللوجز عندنا اللارافيل دوت لوج اوكي. هننزل على اخر خطا يجي عندنا هنطلع لعند او اخر تاريخ اللي هي مثلا هذا undefined models page بيقول لك انه هو مش ملاقي الستاتوس الفانكشن تبع الستاتوس في الموديل تبع البيج اوكي. فمعناته هنروح على البيج موديل من الاب مودلز البيج اوكي. هنا المفروض انه انا اضيف له مثل ما ضفنا في البوست هنا هنعطي له الستاتوس هذه كوبي نروح على البيج نسوي لها لاصق هنا اوكي. نيجي نشوف اوكي تمام ريفرش اشتغل معنا كل شيء. عندنا صفحتين اللي هي الاباوت اس وعندنا الاور فيجن. مثلا لو اجينا سوينا شو للاور فيجن طلع عندنا خطا خلينا نشوف ايش الخطا. نفتح على اللوج مره ثانيه فينا ننزل هيكون مطلع لنا خطا ثاني جديد اللي هو السايد بار. فلو اجينا على السايد بار مثلا باك اند سايد بار اللي هو من البارتشيال هنيجي على الريسورس على الفيوز على البارتشيال على الباك اند على السايد بار اوكي. بقولنا في السطر 39 هنا اوكي. فمعناته انا في عندي هنا مشكله اللي هي انا متاكد انه هنا من الجيت بيرنت اوف الجيت بيرنت اوف لو سوينا لها من الجنرال هيلبر هيطلع لي اللي هو البيرنت اوكي. انا المفروض انه انا اطلع له الاي دي اوكي. فمعناته انه انا جيت بيرنت اي دي اوف فانا هنا عندي بدل جيت بيرنت اي بيرنت اوف هنكتب له الجيت بيرنت اي دي اوف اوكي. نشوف تمام نسوي له سيف نساوي كلوز هننزل على الايرور اللي بعديه. بيحكي لنا هنا مثلا في عندنا الخلل في هذه الصفحه اوكي. طبعا هذه من ضمن الكاش اللي هي بتبدا من 842 من وين بدنا نشوفها من خلينا نسكر الريسورسز هذا نروح على الستورج على الفريم ورك على الكاش على الفيو عفوا هندور على الرقم هذا 842 وينتهي ب C48 هنقول له 842 وينتهي ب C48 هذا هو في اي سطر في 39. نيجي هنا برضه هو هذا السايد بار
اوكي. طيب انا ليش ما طلع عندي الايمج هيك؟ انا ممكن انه انا اسكر هذه لاني انا حليت الايرور هذا، وبرضه هذا على ما اعتقد انه في السايد بار برضه. اوكي تمام، فمعناته انا خليني احذف البيانات هذه. طبعا ما بنحذف من البي اتش بي ستورم، معمول له انكريبت، فانا بحذفه عاده من محرر ثاني. اوكي تمام حذفته. نسكر اللارافيل. طيب انا ليش ما اشتغلت عندي صفحه الشو؟ فمعناته انا شاكك في شغله في البيرميشن. اوكي فمعناته انا ممكن اجي على المشروع تبعنا، سكر الستورج، نيجي على الداتابيز، على الميجريشن، لا مش الميجريشن، على السيدر. اوكي على البيرميشن تيبل. اوكي طبعا هنا عندي البوست، في عندي اللي هو تبع الشو اللي هي الديسبلاي بوست. اوكي لو نزلنا على الشو بيجز، اوكي انا في هنا عندي الشو والكرييت والابديت والديستروي، الديسبلاي بيجز مش موجوده عندي، فمعناته انا لازم اضيفها هنا عندي واعدلها كمان في الداتابيس. فمعناته انا اسوي له بدل كرييت، او خلينا ناخذها من هنا كوبي، ننزل على البيجز، نسوي لها بيست ونعدل القيم هذه. طيب انا هنا اضفت اللي هي عدلت اللي هي البيجز الديسبلاي بيجز هنا اوكي، واضفتها كمان في اليوزر برضو. اوكي تحسبا يمكن انه احنا نحتاج كمان الشو في اليوزرز. اوكي طيب انا لما بدي اسوي سيد لهذا التيبل لوحده، فمعناته انا لازم اسوي ترانكيت للتيبل، يعني افضي جميع البيانات اللي فيه قبل ما اسوي له سيد. فالطريقه كالتالي، ممكن انه احنا نكتب له دي بي، نستخدم مكتبه الداتابيز، الامبورت اللي هي من الاليمينيت سبورت فاسادز دي بي، نكتب له هنا تيبل اوكي، واسم التيبل اللي هو البيرميشنز اوكي، وبعد التيبل هنقول له ترانكيت اللي هو امر الداتابيز من الاس كيو ال اسمه ترانكيت، عشان يفضي لي هذا التيبل وبعديها يسوي لي انسرت للبيانات هذه. اوكي فلو فتحنا التيرمينال كتبنا له بي اتش بي ارتيسن دي بي نقطتين سيد اوكي، ونعطي له ماينس ماينس كلاس اسم الكلاس هذا اللي هو permission table seeder، نسوي له paste، نسوي له enter. طبعا اعطاني خطا اوكي طلع لي خطا لانه في عندي foreign key constraint. اوكي طيب معناته ما دام طلعت لنا هذه المشكله، معناته انا هاجي هنا احكي له قبل الدي بي تيبل، هقول له هنا دي بي تيبل في عندي طريقتين، يا اما اني اسوي ترانكيت تيبل سيدر لكل الجداول من اول وجديد، وممكن انه احنا نسوي هذا الامر دي بي ستيتمنت اللي هو set foreign key underscore key اوكي underscore checks يساوي صفر، نسوي فاصلة منقوطة وفي الأخير فاصلة منقوطة برضو. أوكي نجرب الآن، لو ما زبطت معنا بدنا نسوي تيبل سيدر للكل. أوكي تمام داتابيز سيدينج كومبليت سكسسفولي، فمعناته أنا كمان لازم أسوي للكاش ديليت للكاش. طبعا أنا مجهز ملف هنا في الأوامر اللي أنا بحتاجها بي اتش بي ارتيسن ميجريت فريش سيد، وطبعا انا بدي ابدا من هنا لانه احنا سوينا للداتابيز اللي هي تبعت البيرميشن، فمعناته هسوي لهذا مينيمايز، اجي اكتب له كومبوزر دمب اوتو لود، ونسوي كلير للكاش والراوت والفيو اوكي، ونمسح الريدس سي ال اي سويناهم تمام. لو يجينا نشوف سوي ريفرش هيطلعني برا لوج اوت، نسوي بيج اوكي، نسوي شو اوكي تمام. الان طلع لي اللي هي الكاتيجوري، هذا اسم العنوان
our vision, the category, the status, the created ad, the admin. Okay. لو اجينا سوينا create كل شيء عندنا موجود. تمام. مثلا نكتب له اي عنوان ثاني اللي هو open submit. اوكي بيج كرييتد سكسسفولي. اوكي معناته هيك مضبوط. لو اجينا على الجولز كمان حذفناه, نجرب الحذف. تمام بيج ديليتد سكسسفولي ورجعني على نفس الصفحه. وطبعا الفلتر اكيد شغال لانه ما سوينا فيه اي تعديل. مثلا لو كتبنا فيجن سيرش في عندي خطأ هنا, باي نشوف ايش المشكلة. نسكر بيرميشن, نيجي على الستورج لوجز لارافيل. اخر ايرور اللي هو السيرش, لانه عندي هنا في البوست انا معرف السيرش سيرش تريت. هنروح على البيج برضو نعرف له السيرش تريت. اوكي وهناخذ من البوست برضو السيرشبل اللي هي التايتل والديسكريبشن, سوي له لصق. اوكي سوي ريفرش. اوكي تمام طلع لنا الفيجن. لو سوينا كلير تمام هيك انتهى الدرس تبعنا في البيجز. نلقاكم الحلقة الجاية ان شاء الله في الكونتاكت اس واليوزرز والسوبرفايزرز كمان نضيفهم. يعطيكم العافية. إذا كنت أول مرة تشوف القناة لا تنسى تشترك في القناة والإعجاب ومشاركة القناة ودعوة في ظهر الغيب, ويعطيكم العافية.